السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم في الفيديو بتاع النهاردة طريقة رسم رأس الأسد. بنرسم دايرة بيضاوية اهيت، دايرة بيضاوية على شكل رأس الأسد. بنعمل الودن اليمين والودن الشمال، وبنرسم فيهم تقويس صغير، وبنيجي من نص الدائرة البيضاوية اهوت، وبنعمل خط، وبنعمل خطين في النص الفوقاني للدايرة البيضاوية اهي، والتلات ارباع للتحتاني اهوت. بنعمل خط، بنعمل حدود تقسيم عشان نرسم رأس الأسد. بنيجي بنعمل الشعر اللي على الجنبين اهو بالقلم الأزرق، بنعمل له تحديد اهوت زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة يا جماعة التحديد لرأس الأسد. الرسمة دي على برنامج الرسام للكمبيوتر اهو. بنعمل خطوط بقى في جوه الدايرة اهي، خطوط وتقويسات اهيت بالقلم الأزرق. اهو بنعمل تحديد للعين اليمين اهو، وبنعمل تحديد للعين الشمال، وبنعمل شكل الأنف اهو زي ما انتم شايفين اهو شكل الأنف اهو. وبنعمل الأنياب بتاع الأسد والفم بتاع الأسد اهو، والأسنان بتاعته دي كلها تحديد اهي بالقلم الأزرق اهو. حددنا بالقلم الأزرق الشكل اهو، شكل الفم وشكل الأنف بتاعه. بعد كده بقى هتيجي مرحلة التلوين ومرحلة التحديد باللون الأسود. دي سهلة جدا وبسيطة، أسيبكم بقى للرسمة وتتابعوها واحدة واحدة.
Thank you.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.